السلام عليكم ظهرت تسريبات عن موبايل في سلسله من شركه اوبو والسلسله ديت حققت نجاح كبير جدا وهي سلسله الاف والتسريبات اللي معانا النهارده هي عن موبايل اوبو اف 17 برو اللي جاي بمواصفات انا شايفها متوسطه ومش منافسه بقوه مع موبايلات 2020 بس قبل ما نبدا في تفاصيل التسريبات اوعى إيه تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك ومستني برضه اشوف رايك انت في التعليقات عنه ومن غير ما اطول عليكم تعالوا نبدا في موضوع الحلقه اول حاجة بنبدأ بيها كالعادة هيكل وخامات تصنيع الموبايل الموبايل هيجي بطول 160 ملي متر وعرض 73 ملي متر وسمك 7.5 ملي متر وبوزن في حدود 164 جرام ولسه مفيش اي معلومات عن هيكل وخامات تصنيع الموبايل علشان هي مجرد صورة وبعض التسريبات اللي تسربت عنه وبدعم تركيب شرحة الاتصال من نوع النينو وما استغناش عن مدخل السماعات التقليدي 3.5 وبنسبة لصوت الموبايل فالموبايل هنا بيجي بصوت عادي مش ستريوم اما بقى بالنسبه للشاشه فالشاشه هنا تيجي من نوع سوبر اموليد بمساحه 6.4 بوصه بدقه 1080 في 2400 بكسل بابعاد 20 الى 9 بكثافه بكسلات 409 بكسل لكل بوصه وبالنسبه للمواصفات المسربه عن الشاشه بيوضح انها الشاشه هتكون ممتازه جدا علشان بتيجي من نوع سوبر اموليد وممكن بعد الموبايل ما يتعلن عنه نلاقيها مثلا بتدعم تقنيه الاتش دي ار او تقنيات ثانيه يعني والبصمه هنا بتيجي تحت الشاشه وبالنسبة للرام والذاكرة فالموبايل لحد دلوقتي هيجي نسخة واحدة وهي 128 جيجا مع 6 جيجا رام بيدعم تركيب بطاقات تخزين خارجية تصل ل 256 جيجا بس هتضطر تستغنى عن شريحة مش هيحتاجها اتصال وده لحد دلوقتي المتصرف في التسريبات وبالنسبة لنظام التشغيل والأداء فالموبايل هيجي بنظام تشغيل أندرويد 10 مع واجهة كولر او اس 7.2 وبالنسبه للمعالج اللي بيجي بيه الموبايل عليه تسريبين التسريب الاول ان الموبايل هيجي بمعالج ميديا تك هيليو بي 90 بتردد يصل ل 2.2 جيجا هرتز مع معالج رسومي باور في ار جي ام 9446 والتسريب الثاني بيقول ان الموبايل هيجي بمعالج ميديا تك ديمنسيتي 720 بدقه تصنيع 7 نانومتر بتردد يصل ل 2 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي جي 57 والمعالجين دول يعتبر ادائهم قريب جدا من بعض وشايف ان هم ادائهم مش جامد قوي عشان يقدروا ينافسوا بقوه بس تقدر تطمن يعني هيشغلك لك الالعاب والبرامج ممكن تحتاجها من غير اي مشاكل وبالنسبه لكاميرات الموبايل فالموبايل هيجي باربع كاميرات خلفيه الكاميرا الاولى والاساسيه بدقه 48 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.7 والكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.2 وهي كاميرا الترا وايد بتصور بزاويه 119 درجه والكاميرا الثالثه والرابعه بدقه 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4 وهما كاميرا ماكرو وكاميرا سنسور وبيجي معاهم فلاش ال اي دي بيدعموا تقنيه البانوراما والاتش دي ار ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 متر في الثانية وبدقة فول اتش دي بسرعة 30 متر في الثانية اما بقى بالنسبة للكاميرا الامامية فالموبايل لحد دلوقتي هيجي باتنين كاميرا امامية الاولى بدقة 16 ميجا بكسل والتانية بدقة 2 ميجا بكسل وهي كاميرا سنسور للعمق وعزل الخلفية وبتدعم تقنية ال اتش دي ار وتقدر تصور فيديو بدقة فول اتش دي بسرعة 30 متر في الثانية وبالنسبة لده الكاميرات ديت فالمتوقع انها تديك اداء ممتاز جدا اولا عشان المعالج بي, بي الموبايل ثانيا فتحه العدسه بتاعه الكاميرا الرئيسيه اللي هي 1.7 ودي فتحه عدسه كويسه جدا وواسعه فتقدر تستقبل ضوء اكتر يعني تفاصيل اكتر وبالنسبه للتقنيات الثانيه فالموبايل هنا بيدعم تقنيه الوفاء دايركت والبلوتوث من الاصدار الخامس كمان بيدعم الجي بي اس بس لسه مش اكيد يدعم الراديو والان اف سي ولا لا وبالنسبة للبطارية فالبطارية هنا هتيجي بسعة 4000 مللي أمبير من نوع الليثيوم غير قابلة للإزالة وبتدعم الشحن السريع بقوة 30 واط مع شاحن من نوع تايب سي وبالنسبة للبطارية ديت شايف ال 4000 ملي أمبير صغيرة شوية في الوقت ده المفروض تبقى أعلى من كده بس سرعة الشحن كويسة جدا وهي 30 واط واخيرا الوان الموبايل فالموبايل هيجي بلون الاسود والازرق والابيض وفي الوان تانية بس لسه مش معروفه واخيرا سعر الموبايل لسه ما فيش اي معلومات عن السعر المتوقع ينزل به الموبايل وهتلاقوا في وصف الفيديو سعر متوقع من احد المواقع كده انا خلصت كل حاجه عن الموبايل وبالنسبه لاداء الموبايل انا شايف ان هو موبايل ممتاز بس طبعا الحكم الاول والاخير هو السعر ومستني اشوف رايك انت في التعليقات عنه وممكن برضو تتوقع السعر في التعليقات بس اوعى تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليك والسلام عليكم